طيب الفريق اللي بترشحه للوصول لنهائي البطولة في هذه الدورة بقى دوري أبطال إفريقيا؟ I will say سأقول الأهلي. Number two, Mamelodi Sundowns. ورقم اثنين Mamelodi Sundowns. بيعجبك فريق سان داونز؟ I've seen them doing very well. هم يؤدون بشكل جيد. هم قد هو فريق قوي جدا ويؤدون بشكل جيد في دوري الأبطال. هذان الفريقان اللذان أرشحهما أن يصل لنهائي البطولة هذا الموسم. الوداد المغربي شايفه إزاي؟ وداد نو I don't see them. They're struggling. To be honest. نعم يعانون لأكون صادقا معك. هي هم هذه الفترة قد تكون الفترة الأقل للوداد البيضاوي المغربي.